كامل كامل رئيس القسم السياسي بجريدة اليوم السابع. يعني أستاذ كامل، إذن لو تحدثنا أيضا عن الأولويات، هناك ملف أولي للدولة المصرية ومحددات الأمن القومي في ظل التحديات الإقليمية والدولية بالطبع. تعامل الدولة المصرية مع هذه التحديات كيف، وانعكاسته أيضا على بعض التحديات التي تواجه الدولة داخليا؟ طيب، برحب بيك وبرحب بالساده المشاهدين وتحياتي للجميع. طبعا يا حضرتك بتذكروا دوت ممثل كله في برنامج الحكومه الجديده، حكومه الدكتور مصطفى مدبولي، اللي هي النهارده امام مجلس النواب للحصول على ثقه مجلس النواب. احنا النهارده يعني انا بكلمك من مقر العاصمه من مقر مجلس النواب في العاصمه الاداريه، علشان بعد قليل هتبدا جلسه مجلس النواب اللي هي المخصصه لفكره مناقشه برنامج الحكومة، وهتصوت على فكرة الثقة للحكومة. والمشاهد الأولية بتأكد على إن الحكومة تحصل على ثقة مجلس النواب. طيب، بخصوص بقى التحديات اللي بتواجه الدولة المصرية أو ما يهم المواطن المصري وما يهم المواطن المصري، سواء على المستوى معيشته سواء على وطنه بأكمله، كل اللي حضرتك بتتكلم فيه دوت مذكور في حوالي 4 مرتكبات رئيسية في برنامج الحكومة. المرتكبات دي مفصلة بشكل كبير جدا داخل برنامج الحكومة. البرنامج ده تم مناقشته بشكل مستفيض من خلال لجنة مشكلة من حوالي 42 نائب في مجلس النواب خلال الست سبع أيام اللي فاتوا. المناقشات دي كانت يعني موجودة ليل ونهار، يعني كان في اجتماعات حتى يوم الجمعة اجتمعوا، يوم السبت اجتمعوا بشكل كبير من اجل ان هم يناقشوا كل حاجه. طيب، بعد المناقشات ايه اللي حصل؟ بعد المناقشات خليني بس اقول لك بخصوص المناقشات. المناقشات دي يعني حصلت عايز اقول لك واطمن المواطنين انها حصلت بشكل يعني في بحث حقيقي على ما يسمى مصلحه المواطن اولا. يعني كان النواب والحكومه رافعين شعار المواطن اولا، والمناقشات حصلت بدون خطوط حمراء. يعني كان النواب بيطرحوا كل التساؤلات وكل الاستفسارات وكل الحاجات اللي عايزين يسالوا حواليها بشكل كبير جدا. الحاجه الثانيه كانت الحكومه بتجاوب، لو الاجابات بتاعه الحكومه مش اللي هي، كانت النواب بتوصي توصيات، والتوصيات دي مرصوده في حوالي 50 توصيه مرصوده كلها في تقرير اللجنه المشكله لمجلس النواب اللي هيتم استعراضها النهارده او بعد قليل لامام الجلسه العامه في مجلس النواب. طيب، التوصيات دي طبعا بقى هنتكلم في تفاصيل التوصيات دي. التوصيات دي بقى بتتكلم على بناء الانسان المصري، بتتكلم على تخفيف الاعباء عن المواطنين، تخفيف الاعباء عن المواطنين، بتتكلم على حاجه زي ازمه الكهرباء اللي تعهد رئيس الوزراء انها تتحل يوم الاحد القادم ان شاء الله. بتتكلم على تفاصيل كثيره. احنا النهارده امام جلسه من المتوقع ان هي يعني ظني ان كل الناس هتهتم بيها، وكل المراقبين للمشهد السياسي والمشهد العام هيكونوا متابعينها بدقه. فاحنا بنتكلم على تفاصيل مهمه بتهم كل الناس وبتهم كل مواطن وبتهم سواء المسؤولين او المواطنين. نعم. ايضا استاذ كامل، يعني ايضا من خلال وجودك يعني في قلب الحدث ايضا، يعني كان هناك نقاشات مستفيضه بالفعل يعني على مدار عده جلسات داخل هذه اللجنه، واليوم سيطرح يعني هذه الرؤيه امام مجلس النواب، وبالتالي ايضا ابرز الملاحظات ربما من جانب النواب على برنامج الحكومه. هل هناك بالفعل يعني ربما انتقادات او ربما رؤى مختلفه للتعامل مع بعض الملفات، او تاكيدات او توصيات معينه يجب التركيز عليها ايضا من خلال هذه المناقشات؟ طيب، اللي انت بتتكلم فيه دوت كلام مهم جدا وسؤال مهم جدا، ويعني اظن السؤال ده بيدور في فلك الناس. يعني الناس بتتساءل حواليها. طيب، هم طبعا الناس مجلس النواب او النواب او اللجنه اللي كانت مشكله دراسه عملت فعلا توصيات. التوصيات دي كانت بتتكلم على اهميه وضع اجنده تشريعيه تتفق مع ولايات المرحله. طبعا يعني في ملفات، خد بالك يعني هتطلع على الساحه الفتره الجايه، خاصة بالتنمية الشاملة، خاصة بأهداف تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصري. تشريعات برضو داعمة لفكرة التنمية الاقتصادية والسياسية، تشريعات تعزز الاستقرار والنمو الشامل في أي دولة، وتشريعات تحد من الدين العام. أنت فاهمني يا فندم؟ نعم. فدي كلها يعني دي كلها ملاحظات كانت النواب بيضعوها أمام الحكومه. وخد بالك زي ما ذكرت في رسالتك كده ان الحكومه والنواب كانوا رافعين شعار المواطن اولا، المواطن اولا، وكل التوصيات كانت بتاكد على فكره ان مواجهه التحديات، تعزيز الاستقرار، تحسين
المعيشة من خلال أهداف تنموية واقتصادية، حاجات عاجلة، سواء حاجات على المستوى العاجل وحاجات على المستوى المتوسط وحاجات على المستوى البعيد. نعم. أيضا يعني انعكاسات ذلك على المواطن خلال الفترة القادمة، ربما هذا هو أيضا التساؤل الذي يهم المواطن المصري في هذه المرحلة، كيف ستترجم أو سيترجم هذا البرنامج على حياة المواطنين خلال الفترة القادمة بالطبع؟ طيب لحضرتك بتتكلم في دوت، النواب طرحوها على الحكومة ولذلك حددوا فكرة، يعني من أهم ملاحظات النواب على برنامج الحكومة إن كل حاجة تكون مؤقتة، يعني مش حكومة مصطفى دول تقول إن إحنا نخفف الأعباء على المواطن، فالنواب كانوا يقولوا إمتى؟ إزاي؟ كانوا بيتكلموا في تفاصيل يعني مستفيضة، في تفاصيل مهمة، في تفاصيل اللي هو إيه، إن الموضوع مش هيمشي كده، لا إحنا لازم يكون كل حاجة محددة بوقت وبميعاد وبكيفية وبتنفيذ آلية من أجل تخفيف بشكل سريع على تخفيض بشكل سريع على المواطن. نعم. يعني اللي انا عايز اقوله ايه؟ ان النواب طلبوا بشكل سريع وعاجل خطه من الحكومه عاجله لرفع المعاناه عن المواطنين، وتكون محدده بتوقيت زمني واليه تنفيذ. والحكومه فعلا تعهدت امام نواب الشعب ان هي او احتياجات الشعب تكون اولويه. نعم. زي ما باكد لحضرتك ان اللي حصل في اللجنه المشكله من مجلس النواب بدراسه برنامج الحكومه ده كان يعني شيء، يعني انا يعني اتصور ان شيء غير مطلوب، تصوري ان هي حاجه كانت يعني تدخل في فعاليه الديمقراطيه اللي احنا في الطريق اليها ان شاء الله، حاجه كانت بتاكد ان احنا ما بين تناغم ما بين اعضاء الحكومه وما بين اعضاء مجلس النواب، بحيث ان ده كله ينعكس على المواطن المصري. فكرة أيضا المسؤولية المشتركة أستاذ كامل، يعني أيضا المواطن له دور فيما يتم بالطبع في تنفيذ هذا البرنامج أيضا ومساندة الدولة المصرية في هذا الموضوع، يعني أيضا انطلاقا من هذه المسؤولية المشتركة كيف يمكن إعادة ربما بناء الثقة ربما أو تقليل بعض الأمور الفجوات التي ربما بين الدولة والمواطنين في هذا الصدد حتى يتم التعاون المشترك أو بلورة هذه الرؤية بتعاون مشترك بين جميع الأطراف داخل الدولة المصرية؟ طيب اللي انت بتقوله ده يعني ممكن نحطه امام تصريحات وزير الماليه احمد كوجك اللي اتكلم على اهميه وجود دور القطاع الخاص، ودور القطاع الخاص يعني ما هو دور حكومي اللي هو ايه، اللي هو بقى المستثمر سواء المستثمر الصغير سواء المستثمر الكبير، وان وزير الماليه صرح كده ان الحكومه عندها تحديات كبيره جدا وهتعمل على مجابهتها وهتعمل على مواجهتها بالتعاون مع مجلس النواب، بس دوت لازم يتطلب وجود القطاع دور اكبر من القطاع الخاص، لذلك انا متصور ان الفتره الجايه هيحصل سلسله من التشريعات اللي بتبسط وتمهد الارض للقطاع الخاص بشكل اكبر، بحيث ان القطاع الخاص خد بالك مجرد ما بيشتغل العجله بتدور ده هينعكس على المواطن المصري. طيب احنا حضرتك بتقول ازاي المواطن اشترك المسؤولية. طيب انت لما تكون كمواطن مصري امامك آلية بسيطة سهلة ان انت تقدر تفتح مشروع وان انت تقدر تشتغل وان انت تقدر تتواجد في الساحة من خلال مشروع صغير من خلال مجموعة وتعمله الحاجات اللي هي خاصة بريادة الاعمال، فانت هنا بتشرك نفسك في المسؤولية. فانا تصوري ان الفترة الجاية هيحصل يعني هيتم استفاده واستغلال واستثمار البنيه التحتيه اللي حصلت خلال الفتره اللي فاتت، بحيث ان هي كل دوت ينعكس على يعني القطاع الخاص، بحيث ان احنا يعني يكون في انطلاقه حقيقيه للقطاع الخاص، ومن ثم اظن ان ده هيتبلور في المسؤوليه المشتركه ما بين المواطنين وما بين الحكومه. لو تحدثنا عن ملف بناء الإنسان المصري يعني أستاذ كامل أيضا، يعني ومن الناحية الصحية تحديدا، يعني هناك مبادرات وهناك جهود وربما هناك أصبحت خريطة يعني صحية بشرية واضحة للدولة المصرية في هذا الصدد، يعني خطط الدولة المصرية أو الحكومة الجديدة خلال الفترة القادمة للتعامل مع هذا الملف، وربما هناك لدينا كان بعض العقبات السابقة التي أيضا يجب التعامل معها خلال الفترة القادمة. طيب احنا بخصوص بناء الإنسان المصري ده خد مساحة كبيرة جدا من المناقشات اللي كانت ما بين النواب وما بين الوزراء وما بين المسؤولين. طبعا برنامج او فكره بناء الانسان المصري تتلخص في ثلاث حاجات، لا توفير التحقيق
سواء احتياجات الدواء بالاضافه لتحسين مستوى المعيشه. فده كله هيساهم في فكره بناء الانسان المصري. تحسين معيشه المصريين ده محور استراتيجي او محور كبير جدا في بناء الانسان المصري. يعني خد بالك ده هيخلينا نتكلم على فكره يعني المرحله الثانيه من الحياه الكريمه اللي بتستهدف حوالي 21 مليون يعني مواطن مصري، وبتحقق مسارات تنفيذيه مختلفه لتوسيع مظله الحمايه الاجتماعيه في ظل الظروف اللي انت وكلنا كنا بنمر فيها نظرا لظروف داخليه وخارجيه انعكست على اقتصادنا المصري. فبناء الانسان المصري يعني ده محور كبير جدا، الحكومه افرادت ليه مساحه كبيره جدا من المناقشات ان هو بيتكلموا فيه بتفاصيل كبيره. احنا امام المرحله الثانيه من مبادره حياه كريمه اللي هي تم تخصيص لها حوالي 567 مليار جنيه، وتنعكس على حوالي ما يقرب من 22 مليون مواطن مصري في على يعني وفقا للذاكره بتاعتي يعني 1667 قريه هتستفيد و52 مركز في نطاق حوالي 20 محافظه. يعني خد بالك احنا لو دمجنا المرحله الاولى واهداف المرحله الثانيه احنا امام تغير شامل، وده كله بينعكس على فكره بناء الانسان المصري. ايضا يعني في هذا المحور ايضا يعني تحديدا التعليم، ايضا يعني خطط الدوله في هذا الامر، هل ربما نحن امام رؤيه جديده ايضا للتعامل مع هذا الملف خلال الفتره القادمه؟ طيب فهو ملف التعليم ده طبعا زي ما حضرتك بتقول يدخل في اطار التعليم، وفعلا زي ما حضرتك ذكرت احنا في حاجات اساسيه في بناء الانسان المصري، التعليم زي ما حضرتك قلت، وفكره الصحه وفكره توفير كل ما يهمه من مواد غذائيه ومن دواء وحاجات زي حاجات خاصه بالمواطن المصري. الموضوع اللي حصل الحاجات الخاصه ببناء الانسان المصري يعني بخصوص درس التعليم والبحث العلمي، اولا الالتزام باستكمال بناء نظام التعليم يعني كانت من ضمن التوصيات اللي قالوها النواب للحكومه، التاكيد على عدم تشغيل اي جامعه او كليه تكنولوجيه او اضافه برامج جديده الا بعد الانتهاء من التجهيزات واستكمال المقومات الماديه والبشريه، وضروره توفير الموارد المائيه اللازمه لفكره البحث العلمي بحيث انه ينعكس على مجال الصناعه مجال الذكاء الاصطناعي ويتناسب مع فكره التمويل مع الاهميه العالميه لهذا الموضوع. واكدوا النواب واهم التوصيات فكره يعني ان يتم بناء النظام التعليمي والمتطور اللي هو يراعى فيه ان يكون الانسان قادر على فكره الابتكار واكتساب المعرفه الحديثه والعمل على استكمال معايير الجوده القياسيه في جميع المدارس لتاهيله للحصول على الاعتماد من الهيئه القوميه لضمان جوده التعليم، ودي هيئه لها دور كبير جدا. كان في تفاصيل كثيره بخصوص التعليم وبخصوص فكره بناء الانسان، وطبعا اتكلموا في فكره حقوق الانسان وان حقوق الانسان ليست فقط مساله اخلاقيه او قانونيه بل هي ضروره حتميه لتحقيق فكره التنميه المستدامه، وده كله بيصب في ملف او محور بناء الانسان المصري. طيب ايضا يعني ملف الاستثمار يعني من ضمن الاولويات ايضا يعني استاذ كامل، بالطبع يعني تم مناقشته يعني في هذه الجلسات، وهناك اولويه لهذا الملف خلال الفتره القادمه، يعني اهم ما يتضمنه او اهم ملامح برنامج الحكومه في هذا الملف تحديدا بعد يعني تشكيل وزاره مختصه معنيه بهذا الملف، وزاره الاستثمار والتجاره الخارجيه. طيب هو الاستثمار يعني ده برضك يعني من الحاجات اللي افرضت فيها ومن الحاجات المهمة اللي انعكست على مناقشات النواب والحكومة، ومن الحاجات اللي اتكلموا فيها يعني كانت في قرارات يعني احنا في منتظرين قرارات هتطلع لي بخصوص الاستثمار، وزي ما انا ذكرت في كلامي ملف الاستثمار وملف القطاع الخاص وملف ان ده هيكون هيتبلور في فكرة تشريعات ما بين الحكومة وما بين مجلس النواب، ودي طبعا من ضمن ال 50 توصيه ان احنا هنكون امام تشريعات هتمهد الارض للاستثمار وهتمهد القطاع الخاص بحيث ان احنا نكون امام بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمار. ايضا يعني فكره الرقابه والاستمراريه هي فكره مهمه، وبالتالي ايضا وجود مجموعات عمل وزاريه مختصه ببعض الملفات، دلاله هذا الامر واهميته ايضا لمتابعه بعض الملفات المهمه التي يجب التركيز عليها خلال الفتره القادمه.
طيب احنا ممكن الكلام اللي حضرتك بتقوله ده يعني خلينا نتطرق لفكره مثلا دمج وزارات في الحكومه الجديده لوزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه والتعاون الدولي. نعم. طب احنا عايزين نتكلم على فلسفه الدمج دي، هي من اجل تحسين فعاليه خطط التنميه وتعزيز جهود الدوله بشان توفير التمويلات الموصله للقطاع الخاص، وده كله بما يحفز سواء الاستثمارات الداخليه او الاستثمارات الاجنبيه. بشكرك. طيب. شكرا جزيلا استاذ كامل كامل رئيس القسم السياسي باليوم السابع.